تفاعل المجتمع في هذه التطورات؟ اولا هذه التطورات هي في الاساس هي تطورات يعني نبعت من مثل ما قلنا من المجتمع، فبالتالي حين نتكلم عن انه كان المجتمع بأكمله يعني مهتم بالتعليم وبحضور الدروس، يعني كانت الدروس تقدم حتى في الأسواق وعلى فترتين، كان هناك عناية حتى بتعليم النساء، يعني كانوا يحضرون إلى المسجد يسمعون الدروس ويستمعون للخطبة، أيضا كان هناك تعليم حرص على تعليم العامة، بالتالي إقبال هؤلاء الناس على النهل من هذه يعني الفرص التي تهيأت لهم كان رائعا. نجد كذلك أنه يعني الازدهار الذي نعمت فيه مناطق الدولة السعودية الأولى وما نراه الآن من موروث لا يزال حاضرا معنا إلى اليوم، فإنما يدل على أن المجتمع كان يعني في حالة تفاعل مستمر مع هذه التطورات الأدبية والثقافية. يعطيك العافية. بس كيف استمرت مظاهر الأدب والثقافة اللي بدأت في عهد الدولة السعودية حتى وصلت إلينا لليوم؟ أولا هذه المظاهر كانت من القوة بحيث استطاعت أن تبقى بعدة وسائل. أولا نجد أن حركة التدوين والتأليف التي تزامنت مع الدولة السعودية الأولى ثم تطورت بعدها واستفادت من يعني المصادر اللي كانت موجودة آنذاك بقت واستمرت في شكل مخطوطات ومؤلفات حتى وصلت لنا اليوم ثم نراها اليوم بين يدينا مطبوعة. أيضا نجد أن كثير من الرحالين الذين قدموا وزاروا والتقوا بأفراد المجتمع السعودي وثقوا هذه المعلومات نراها اليوم أيضا نجدها أمامنا. المعطيات الأخرى المكونات الأخرى من التراثنا المادي وغير المادي استمراريتها وحفاظ المجتمع عليها نراها اليوم. ونأتي للسبب يعني المهم هو الدعم الكبير الذي يلقاه يعني العناية بالتاريخ وتاريخنا وإبرازه بأحسن صورة الذي نلقاه من يعني قيادة المملكة العربية السعودية، وكيف أنه لدينا في رؤية المملكة 2030 من أبرز أهدافنا هي العناية بالتاريخ. نجد كلمات سمو خادم الحرمين الشريفين وكلمات سمو سيد ولي العهد كلها تدل على ماذا؟ على العمق التاريخي يعني القيمة الكبيرة لتاريخنا، فبالتالي هذا كله شجع أن نحافظ عليها ونبرزها ونقدمها للعالم. واليوم الحمد لله نرى لدينا كثير من عناصرنا الثقافية مسجلة في اليونسكو سواء في المادي وغير المادي، والقادم إن شاء الله أجمل وأجمل. الله يسعدك. أكيد بدعم ناس أمثالكم اليوم أنتم اللي تحرصون توصلون هذه الثقافة وهذه المعلومات الجميلة اللي حنا يعني الواحد يفتخر إنه قاعد يسمعها. سعيدين بتواجدك. أنا والله أسعد يعني، والدعم الكبير هو مثل هذه المناسبات الوطنية وإبرازها هي التي بالفعل يعني تمثل يعني فرصة يعني للمجتمع بجميع أفراده لي يعني التعرف عن قرب عن الدولة السعودية والتراث والثقافة وكل ما ازدهر فيها من عناصر الحياة الإنسانية. نتباهى بالمعلومات هذه اللي قاعدين نسمعها والإرث هذا وكيف الواحد يبدأ يتعلم ويستفيد من الدروس السابقة. شكرا لك. أشكركم جميعا وإن شاء الله يعني تتجدد هذه المناسبة ونحن وطنا في عز وتمكين بإذن الله. طبعا شكرا. شكرا لك. شكرا أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أستاذة ودكتورة مها آل خشيل.